السلام عليكم، معكم أختكم عائشة الكليب طبيبة باطنية، وأنا الحجاج هنا بعض الإرشادات الصحية لتناول الأدوية وطرق الحفاظ عليها. أولاً نتأكد من اسم الدواء الصح قبل ما نأخذه، ثانياً نتأكد من أخذ الجرعة الصحيحة المناسبة لوضعنا الصحي، ثالثاً والأهم نتأكد من تاريخ صلاحية الأدوية، وفي حال اكتشافنا إلى أن بعض الأدوية منتهية الصلاحية يرجى التوجه فوراً للفريق الطبي لبعثة الحج الكويتية للمساعدة. رابعاً والأهم يرجى تخزين جميع الأدوية في مكان جاف وبارد، نحاول قدر الإمكان نحميها من حرارة الشمس العالية. في الختام تقبل الله منا ومنكم، حج مبرور وذم مغفور إن شاء الله.